هيا يا رومبا، هيا نغسل الصحون ونبدأ التنظيف بعض الماء والصابون وأخيرا تنشيف من جديد؟ نعم. هيا نغسل الصحون ونبدأ التنظيف بعض الماء سأفتح وأخيرا تنشيف. حسنا. مرحبا. هيا نغسل الصحون. من قرع الجرس؟ بعض الماء. نبتة. ماذا؟ نبتة؟ هل أرادت الدخول في رأيك؟ لا، لا أظن هذا يا رومبا. دوري. مرحبا. أوه، هذا أنت. ما الأمر؟ ظن رومبا أنكما نبتة. هل رأيتما كرس في الجوار؟ لقد كنا نلعب الغميضة ولم نجده في أي مكان. يستطيع كرس الاختباء ساعات طويلة ولا يجده أحد. أنا ورومبا سنساعدكما. نعم، ونبحث عن تلك النبتة. هيا. مرحبا يا بلبلة. مرحبا يا فكري. هل رأيتما كرز؟ أقوم بشيء أهم بكثير من البحث عن كرز. سأجعل فكري يختفي. من شجرة إلى بذرة، فكري الآن لا يرى. هل اختفيت؟ لا، ولا حتى قليلاً؟ أوه لا، للأسف. لا، لابد أنني متعبة. ربما اليوم غير مناسب لاختفائه. ولكن لماذا تريد الاختفاء يا فكري؟ أوه، ستقولون إنني سخيف. لا، لن نفعل. حتى اسأل رومبا. سنقول إنك ظريف ولكن لست سخيفاً يا فكري. حسناً، أتمنى أن أركض مثلكم وأن ألعب ألعابكم. أريد مشاركتكم اللعب، لعبة الغميضة مثلاً، أن أكون من يختبئ لمرة واحدة. أظن أن من حق أي واحد أن يختبئ. لا تقلق يا فكري، سنساعدك. حقاً؟ أترك الأمر لنا يا فكري. لكن كيف سنخفي بلوطة ضخمة؟ هذا بالتحديد ما أسأل نفسي عنه. هيا جميعاً لنسحب فكري إلى الملعب. وأنا سأرش بعضاً من سحري البلبلي من التلة إلى الملعب. فكري سوف يسحب. اسحبوا. مشكلة البارع في الاختباء مثلي هي الشعور بالوحدة. أهلا بك يا بلبلة. إنه لا يتزحزح. أوه فكري، لم ننجح في إخفائك، سامحنا. لا، لا بأس، على الشجرة العجوز أن تظل عالقة في هذا المكان. لن أذهب أبداً إلى الملعب وألعب الغميضة مع أصدقائي. مسكين فكري. روزي، ها، هل سأعمل وحدي؟ لو أنني أجد طريقة لمساعدته. روزي. رومبا، الوقت غير مناسب للمزاح. أوه، هيا أخرجيني. رومبا، لقد أعطيتني فكرة عبقرية. اتبعني. ها؟ إلى أين يا روزي؟ روزي، لنخفي شجرة البلوط. ها، جيد، هذا أسهل من الغسيل. بينون، تعال ساعدنا. ماذا؟ نعم، نعم. أمسك هذه الآن. أين هي بلبلة؟ بلبلة! شبيك لبيك.
خذي هذا. لماذا؟ لأنك ستخفين معنى فكري. أنا؟ هل سأختفي حقاً؟ ها؟ هيا يا غيوم ساعدينا. هذا يدغدغ. آه، لقد نجحنا. نجحتم في ماذا؟ أين فكري؟ انظري. روزي، النبتة، إنها هناك، انظري. هل سنعود إلى ذاك الموضوع؟ نبتة تتحرك. أتساءل من هذا يا ترى؟ هيا لنختبئ ونرى. أنا مللت من هذا. ها أنا، لقد ربحت. أين أنتم؟ فكري لقد اختفى. فكري، أين أنت فكري؟ أنا هنا أيها الولد المشاغب. هذا أفضل مكان للاختباء منذ أن اخترع الغميضة. رائع. شكرا يا روزي ويا رومبا، شكرا للجميع. أتعلمون؟ يبدو فكرك بيت ألعاب، أضخم بيت ألعاب. صحيح، وماذا نفعل في بيت الألعاب؟ نلعب. بيت الألعاب. الخيمة العجيبة. قدراتي البلبلية تخبرني أن البطاقة التي معك تحمل صورة تفاحة. كنت أعني موزة. حسناً، مسك ختام عرض بلبلة المبهر هو خدعة الإخفاء، لهذا أنا أحتاج للمتطوع. شكراً لكم. الآن أدخل غرفة الاختفاء السحرية. هذه خيمة كرز، أعرضها لبلبلة. فعلت هذا؟ هذا لطيف. معك حق، أنا أرجو ألا يندم. هل دخلت إلى الخيمة؟ حسناً. سأردد كلماتي البلبلية السحرية. شالملام. لا، ليست هذه. وكي وكي وكي. لا لا لا. يا لبو. ولا هذه. ها، أيمكن أن تسرعي؟ أنا جائع جدا. دراب دراب كركديزي. لا. تضيعين وقتنا، لن تستطيعي إخفاء رومبا. سأذهب لألعب. خذني معك. ربما عليك تذكر الكلمات المناسبة أولا يا بلبلة. هيا اخرج الآن يا رومبا. انتظروا. تذكرت الآن. نعم، إنها الكلمك زعك الزوم. أها، فلنرى. مرحبا لقد اختفى. اختفى؟ أعني اختفى. واو. لا بأس. كيف فعلت هذا يا بلبلة؟ بالسحر. لكني لا أريد أن يرحل رومبا. أوه يا لين، إنها مجرد لعبة. تعرف بلبلة كيف تعيد رومبا، صح يا بلبلة؟ بلبلة مسكين يا رومبا. لا تقلقي يا لين،
سنعيده إلينا. رومبا، رومبا، باب خلفي. هاي، يمكنني رؤية منزلي من هنا. أين سيذهب رومبا إذا فتح هذا الباب؟ ورأى المنزل من هنا. لقد عرفت. إيكي واكي واكابيو، شوم بروم بروم بو. جرب الكلمة الأولى. رومبا، رومبا، رومبا. روزي، كنت أعرف أنك ستكون هنا. أنا آسف لأنني تركت العرض. كنت جائعاً جداً، وكانت بلبلة بطيئة جداً. حسناً، لا بأس يا رومبا، لكن الأصدقاء قلقون عليك. يظنون أن بلبلة أخفتك بالفعل. معقول؟ لذا علينا العودة وإخبارهم أنك بخير. لكن إذا عدنا بهذه الطريقة ستعرف بلبلة أنها لم تكن بإخفائي، وأنها لا تملك قدرات عجيبة كما تظن. أنت محق. أنا لدي فكرة سترضي كل الأطراف. وقت عرض روزي ورومبا العجيب. جاهز يا رومبا؟ جاهز. يجب أن ينجح هذا. صارت قدراتك البلبلية خارقة يا بلبلة. خارقة جدا. إنهما في مكان ما، الدمى لا تتبخر أبدا. انظرا، يبدو أنها سلة طعام. واو، ما كل هذا الطعام؟ مهلا، رسالة. إنها لك يا بلبلة. ماذا؟ إذا أردت رؤيتنا اليوم قولي على كلامك زخ زازوم. لقد عدنا. سحر بلبلة البلابل. أعرف لعبة مشابهة يمكن للجميع الاشتراك. هوهو، لعبة إخفاء الطعام. يم يم. أريد أن أطير. ماذا يحاول أن يفعل؟ لا أفهم، غريب أمر كرز. هنا لنراقب. انظري، يبدو هاربا من شيء مخيف. لسعت النحل ربما. لا، أظنه يحاول البقاء هادئا.
كيف هذا؟ إنه يحرك ذراعي كفراشة خائفة، لنعرف ما به. مهلاً، أولاً لنفتح هذا الصندوق. وجدته خلف الباب في الصباح. إلى روزي ورومبا، لم يكتب اسم المرسل. ماذا فيه يا ترى؟ روزي ورومبا سيحبان هديتي للغاية. لا يحصل الواحد منا كل يوم على حجر الحفر. لا، نسيت وضعه في الصندوق. لابد من طريقة لأقوم بهذا. واو، بماذا؟ ها؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ أهلا يا بلبلة، أنا فقط أحاول الطيران. كرازي الطائر. توقفي يا بلبلة، إن الطيران فن، وأنا أعرف كل شيء وأي شيء عنه. والآن كف، افتح ذراعيك وأغمض عينيك. حسناً. ماذا تفعلين؟ بالريش البلبلي يا صغير نحو السماء سوف تطير. واو، هيا يا كرز، وقت الطيران. اجري، رفرف رفرف. هل تشعر بشيء ما؟ نعم، أشعر أنني فاشل. واو 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 واو. هل وجدت شيئا؟ لا، هذا غريب. كرز جالس في حديقتنا. ويبدو حزينا للغاية. هيا بنا يا رومبا، علينا أن نفهم ما يحدث بالضبط. مرحبا يا كرز. أهلا روزي. أهلا رومبا. ما المشكلة؟ أنا فقط أريد أن أطير. هل هذا كثير؟ ربما. استخدمت ريش بلبلة العجيب لكنه لم ينفع. كم أنا إنسان فاشل. لكن أنت دمية ولست طائرا. أظن أن رومبا على حق. رائع، لكن هذا لا يعني ألا تحاول، ونحن سنساعدك. جاهز يا رومبا؟ أنا؟ نعم نعم نعم، أنا جاهز. مرحبا روزي، رومبا. ليس هنا. والآن كيف سأعطيهما حجر الحظ؟ لابد من طريقة لتحقيق أمنياتك. المنحوس دائما منحوس، حتى ولو طار بالفانوس. للأسف ليس لك جناحان كالطائرة. رومبا، أنت عبقري حقا. هيا اتبعاني. إلى أين؟ إلى مصنع الطائرات. اللحظة التي انتظرناها طويلاً. رومبا تفضل، أقدم لكم كرز الولد الطائر. جاهز؟
جاهز. مهلا. ما الأمر يا بينون؟ هل فتحتما الصندوق؟ هل كان منك؟ لكنه فارغ. أعرف، أنا آسف، نسيت وضع هذا داخله. آه، إنه جميل. إنه حجر الحظ، وكل من يحمله لا يفشل أبداً. أردت أن أهديه لكما. أوه، شكراً لك يا بينون. لقد صنعنا من الصندوق جناحين، وأيضاً مع حجر الحظ لا شيء سيقف في وجه قرز. حظاً سعيداً. هيا، ثلاثة، اثنان، واحد. كرز يطير. أنا أطير. أرأيتم؟ إنه حجر الحظ بل ريش البلبلي. أحسنت يا كرز، حصلت على جناحين. شكرا لكما يا روزي ورومبا. شاي مع الملكة. حسناً، ها قد انتهينا يا رومبا. ها، جيد. الآن يحق لرومبا بعض الراحة. زائر. مرحباً يا روزي. ادخل يا بينون. ما الأمر؟ تبدو حائراً يا بينون، فيما تفكر؟ اسمع. العزيز بينون، أنت مدعو إلى قصري لنشرب الشاي معا من الملكة. لما الخوف إذن يا بينون؟ هيا احتفل، تحمس. أنت ستشرب الشاي مع الملكة في قصر الملكة. لكني قلق، لم أشرب الشاي مع ملكة سابقاً، كيف أتصرف؟ ماذا لو اتسخ فمي بالحلوى أو يدي بالكريمة؟ هذا أمر مقلق. ليس وأنت برفقة الشخصين المناسبين. حقاً؟ حقاً؟ نعم، سنعلمك كيف تشرب الشاي مع الملكة باحترام. مستعد يا رومبا؟ طبعاً، أنا مستعد. شكراً، شكراً لكما. لا شكر على. لنبدأ بإنزال رومبا رجاءً. عفواً. جيد، لنلقي نظرة عليك. أولاً الملابس الأنيقة. هيا أرنا الآن. جميل، أنيق. والآن عليك المشي بشكل مستقيم. ماذا تعني؟ تعني عليك أن تمشي كالأسد بثقة كبيرة هكذا. أسد، وافق. يب، هذا أسد عجوز. كل ما يلزمه هو بعض التمرين. أتحسن بسرعة. أنا أبدو غبياً، صح؟ لا أبداً يا بينون، بل تبدو رائعاً. تابع المشي نحو أعلى التلة. هنا الدرس الأخير. هذه أفضل خدعة لي. شاي مع الملكة. من يصدق؟ الصغيرة لين. هل ستحب شرب الشاي مع الملكة أيضا؟ العزيزة لين، أنت مدعوة إلى قصري. اسمعوا جميعا، اسمعوا. ما الأمر يا لين؟ العزيزة لين، أنت مدعوة لنشرب الشاي معا في قصري. ما
من الملكة. بخير بخير. لما العجلة يا بلبلة؟ أنا مدعوة لشرب الشاي مع الملكة. أنا بلبلة مع الملكة. عرفت أن هذا اليوم سيأتي وسأجلس حول الطاولة الملكية. أوه، وأنت أيضا العزيزة بلبلة، بعد التحية أنت مدعوة إلى قصري لنشرب الشاي معا من الملكة. بينون، هل أعطيتني دعوتك؟ ودعوتك يا لين؟ ما الأمر يا روزي؟ أنا أعرف جيدا هذا الخط. لم أعلم أنك تعرفين الملكة. لا أعرفها، أعرف من كتب هذا. ماذا تعنين يا روزي؟ أعني أن هذه من كرز. ماذا؟ لكني تدربت. وأنا لمعت من كاري. هذا ليس لطيفا يا كرز. أوه يا مساكين. هيا اتبعوني جميعا. إلى أين تأخذين الجميع يا روزي؟ إلى قصر جلالة الملكة بالطبع. هيا. رائع، لكن ظننتها كانت خدعة. إذن كم ملكة تعرفين يا روزي؟ واحدة فقط. ها، إلى أين تذهبون؟ سنذهب إلى القصر. قصر الملكة. مهلاً، لقد كنت أخدعكم، كانت مجرد مصحة. كن متأكداً أن جلالة الملكة لا تمزح، تحديداً في دعوات شرب الشاي. هل آتي معكم؟ هل تلقيت دعوة؟ لا. آسفون. من هنا؟ أتينا لنشرب الشاي مع الملكة. جلالة الملكة في انتظاركم داخل القصر. ماذا يجري هنا؟ شكراً لقدومكم إلى قصري. تبدين جميلة. وطاولة الطعام. نعم، وفي هذا القصر لا مانع من بعض الطعام فوق الفم والحلوى فوق اليدين. سأفتح. أهلا رومبا. تقصد سيد رومبا. سيد رومبا، هل أستطيع الانضمام إلى حفلة الملكة روزي؟ بالطبع، بشرط واحد. ما هو؟ أيها الصبي، كوب عصير آخر إذا سمح. حسناً، على الفور يا سيدتي.